بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا السلام عليكم ورحمة الله شباب لبس عليكم بخير كنت إن شاء الله تكونوا مزيان إذا مرحبا بكم تصحيح امتحان محلي جديد هذا مادة الرياضيات من طبيعه الحال هذا الامتحان جاء من بعد ما طلبت منكم انكم تعطونا الراي ديالكم فما هي الماده اللي بغيتوا نشتغلوا اليوم ان شاء الله فكانت العديد من الطلبات كما تلاحظون ماده الرياضيات الاجتماعية التربيه الاسلاميه اللغه العربيه فانا ابشركم ان في القناه الامتحانات المحليه مصححه في جميع المواد ماشي غير امتحان محلي واحد بالنسبه لكل ماده لا عده امتحانات كما ان ممكن تدخل القناه العلم النافع ببساطه على اليوتيوب غتلقى لعدة نماذج خصوصا في هذه الأيام الأخيرة كذلك ممكن تدخل لهذا الرابط هذا اللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف فغتدخلوا وغتلقاو فيه النماذج ديال كل مادة مرتب داكشي مهيئ بطريقة جميلة جدا ما عليكم إلا الدخول لهذا الرابط إن شاء الله وتختاروا المادة اللي بغيتو تخدموا فيها نماذج امتحانات محلية وإن شاء الله غتلقاو كل ما يسعدكم إذا نبداو على بركة الله نصحوا نموذج اليوم في مادة الرياضيات كما تلاحظون هذا النموذج هذا لموسم 2024 يعني مازال جديد ان شاء الله اكيد غادي يكون الامتحان ان شاء الله على هذا الشكل ويقدر يكون صعب لان هذا الامتحان هذا وجدت فيه شيء من السهوله جيد اذا لاحظوا معي هنا بعد بعض التوجيهات مهمه جدا كننصح الجميع بهذه التوجيهات هذه طبقها في جميع المواد اولا يجب على المترشح الكتابه بخط واضح كتابه بخط واضح ومقروء يعني خطك يكون واضح ومقروء كما ينبغي تفادي استعمال الالوان يعني اكتب باللون الازرق واضح عند تحرير الإجابة يعني في الكتابه ديال الاجابه ديالك يحق للمترشح انجاز اسئله وتمارين الإمتحان حسب الترتيب الذي يناسبه مثلا هنا عندنا التمرين الاول ياك لاحظوا معايا انا ما فهمش التمرين الاول كامل مثلا فعندوز للتمرين الثاني ولكن في ورقه التحرير اول تمرين عم نكتبه هو ليكزارسيس دو بالعربي يعني التمرين التمرين الاول التمرين الثاني عفوا التمرين الثاني وعلى نبدا الجواب مثلا التمرين الثاني عرفت فيه السؤال الاول غنكتب يعني السؤال الاول ونكتب الاجابه ديالو السؤال الثاني ما عرفتوش ما غاديش نكسبه؟ غندوز ندير السؤال الثالث ونكتب الاجابه ديالو هذا هو المقصود هنا بهذه المساله هذه يحق للمترشح انجاز اسئله وتمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه دون احترام ترتيب الاسئله واضح ثالثا بالرغم من تكرار بعض الرموز فهنا كيكون كي تكرار بعض الرموز مثلا اكس واي ا بي فهادي في كل تمرين كنلقاها مكرره ففي كل تمرين كتعني عدد ماشي هي نفسها وضع هذه الملاحظه المقصود بها هنا الملاحظه الرابعه ينصح بالقيام بمراجعه شامله لورقه الاجابه قبل مغادره قاعه الامتحان مهمه الملاحظه بالنسبه لجميع المواد الله يرضى عليك الورقه الامتحان هي هذه جاوبت على الاسئله تبارك الله ما شاء الله عليك سريتي فقبل ما تخرج من الامتحان راجع راجع صبر برك على نفسك واحد خمسه ديال الدقائق وراجع الورقه كامله من البدايه حتى النهايه واضح؟ اكيد غتلقى بعض الاخطاء تصححها وهكا ان شاء الله تحصل على النقطه ديالك كما كنت باغي اذا نبداو على بركه الله التمرين الاول اذا لاحظوا معايا ليكزرسيس 1 بسيط السؤال الاول ديفلوبي اذا اولا غنجي نكتب ليكزرسيس 1 غادي نخدمهم كاملين السؤال الاول ديفلوبي ما نكتب لا ديفلوبي لا والو غنجي مباشره نكتب ليكسبرسيون الاول هو 2 اكس فاكتور اكس موان 4 ياك اذا هذه واحد ديفلوبمون سامبل هاد جوج غنضربها جوج اكس نضربها في اكس وجوج نضربها في ناقص ربعة إذا هي جوج إكس مضروبة في إكس إذا هي جوج إكس أو كاري جوج إكس في ربع. في ناقص إذا هي ناقص تمنية إكس صافي ساليت بكل سهولة هو إكريك زائد جوج لو أو كاري إذا هذه إيدونتيتي غكابل اللي هي إكريك أو زائد جوج ديال إيدونتيتي مضروبة في هاد الزوج هادي مضروبة في y زائد y او كاري شكون اللي ما حافظش هاد لي دونتيتي كول خصكم تكونوا حافظين ا زائد بي او كاري كيساوي ا او كاري زائد جوج مضروبه في ا مضروبه في بي زائد بي او كاري واضح مزيان اذا هذه نحتاج نكملها اذا ايغريك او كاري زائد جوج جوج هي 4 اذا هي 4 ايغريك زائد هنا ماشي ايغريك وانما زوج او كاري ردوا معايا البال لان يعني عندنا ا او كاري في البدايه وفي النهايه بي او كاري إذن هنا جوج اوكاري اللي هي 4 صافي هكا نكون ساليت هذا أه، 3 ناقص زد 3 ناقص زد لو تو اوكاري لاحظتوا هنا ما عطاوناش اكس و واي عطاونا زد التلميذ اللي كيعتقد ديما خصنا نخدموها باكس واكس و ا خطا خصنا ممكن هاد الرموز ممكن يكونوا اي رمز اذا هنا 3 اوكاري ناقص ديال لي دونتيتي دي. ثاني هنا اللي علق العدد هو الاول وهي المجهول من بعد يتلف لا نفس الشيء اذا هي جوج مضروبه في 3 مضروبه في زد زائد زد او كاري واضح حنا ديما كنبداو بالمجهول هو الاول غنجيب هاد زد اللون الاولى هنا او كاري ناقص جوج ثلاثه هي سته زاد زائد ثلاثه او كاري هي تسعود دائما كنبداو بالمجاهيل اللي عندهم اكبر بويسونس اكبر اس هما الاولين احنا جاوبنا على السؤال الاول ها هي واحد فاصلة جابها الله واضح ان شاء الله جميعكم تحصلوا على جميع النقط ان شاء الله في الامتحان اذا ندوزو السؤال رقم زوج ثانيا حنا مازال في التمرين الاول هنا قال لك فاكتوريزي يعني عمل شنو غنعملو لاحظ معايا عندنا خمسة إكس ناقص ثلاثة إكس إيكغيك زائد إكس أو كاري واضح إذا هذه واش هذه إيدونتيتي غوماركابل لا ماشي إيدونتيتي غوماركابل إذا باش نعمل كيبان لي العامل المشترك هنا هو إكس فهاد ثلاثة الحدود الحد الأول الثاني الثالث كاينة إكس إذا غادي نعمل بإكس تساوي إكس شنو غادي يبقى هنا خمسة ناقص ثلاثة إيكغيك زائد إكس هذا هو لا فاكتوريزاسيون ديال التعبير التعبير الثاني التعبير <applause> استسمح التعبير الاول التعبير الثاني 9 اكس واي زائد سبعة زد هنا كيبان لي ان الفاكتور كومون هو واي غادي نعمل واي غندير هنا تبقى اكس وهنا تبقى زائد سبعة زد تو سيمبلوم. واضح الفاكتوريزاسيون الثالثه زد او ناقص 16 اذا كيبان لي عندي هنا زد اوكاري وديك 16 هي 4 اوكاري اذا هذه ايدونتي تي غوماركابل هي زد ناقص 4 عامل لي زد زائد 4 واضح شباب لان هذه هي ديك ليدونتي تي ا موان بي فاكتورا ا بلس بي اش كيساوي ا آه كيساوي ا اوكاري ناقص بي اوكا اوكاري واضح حنا دابا مشينا من هنا لهنا مزيان اذا حنا سالينا ثانيا ندوزو اسيدي الثالثا اذا ثالثا آه، كالكولي لي نومبر سويفون يعني احسب اذا شنو عندنا عندنا 49 جذر 49 زائد جذر 4 هذا 49 جذر 4 اذا هادو سون دي غاسين بارفي جذر 49 هو شحال هو 49 هي 7 في 7 اذا هي 7 او كاري هي جذر 7 او كاري زائد 4 اللي هي جوج او كاري اذا هذا شنو غادي يعطيني اذا نكتبو تساوي هنا اذا يعطينا 7 زائد جوج اذا النتيجه هي هي 9 ها احنا خدمنا ممكن نخدمو هكا افقيا واضح اذا احنا دابا قررنا نخدمو عموديا اذا التعبير الثاني هو 81 ناقص الجذر ديال 25 اذا 81 راه هي 9 اوكاري ناقص 25 اللي هي 5 اوكاري اذا هي 9 ناقص 5 اذا النتيجه هي هي 4 واضح كل سهوله ثم ثالثة لاحظوا عندنا هنا جذر 5 مضروب في جذر جوج مضروب في جذر عشرة ياك إذا هاد جذر عشرة شنو هو؟ هو جذر جوج مضروب في جذر خمسة لأن عشرة هي جوج خمسة إذا عاد نكتب هادو كيما هو جذر جوج هنا وهاد جذر خمسة إذا هذا جذر خمسة مضروب في جذر خمسة يعطيني جذر خمسة أو كاري مضروب في جوج في جذر جوج في جذر جوج هي جذر جوج أو كاري إذا جذر خمسة أو كاري هو خمسة مضروبة في جذر جوج أو كاري هي جوج إذا النتيجة خمسة في جوج هي عشرة لاحظتوا جيد ممكن نخدمها بطريقة أخرى نرجع هذه جذر كامل جذر خمسة في الجوج هي عشرة وجذر عشرة في جذر عشرة هي جذر عشرة أوكار وتعطينا هي عشرة يعني غنلقاو نفس النتيجة إذا ندوز للسؤال رقم أربعة أنا كنحاول نزرب باش نخدمه في أقل وقت واضح يا شباب إذا إكخيغ لي نومبر سو دون نكتبوهم على شكل بويسونس واحد إذا عندي سبعة أس ضرب خمسة أس اذا هذه ايدونتيتي ريماركابل ا اوس ان فوا بي اوس ان هادو ملي تيكون عندهم ميم اكسبوزون اون لا باز اللي كان مختلف كان اون ا فوا بي ا فوا بي لو تو اكسبوزون هذه اذا هنا عطاني سبعة ضرب خمسة الكل اس 3 سبعة في خمسة هي 35 الكل اس ثلاثة ولا نكتبها هي 35 اس ثلاثة هكا واضح <applause> ثم التعبير اللي من بعد هو 12 اس ناقص 5 لو تو اكسبوزون 6 اذا حتى هذه ايدونتيتي روماركابل اللي هي ا اس ان لو تو اكسبوزون ام اذا كيساوي ا اس ان فوا فوا ام اذا هذه هي 12 اس ناقص 5 في 6 اذا هي 12 ناقص 5 5 في 6 هي, هي 30 دونك يا ناقص 30 واضح ثم هنا عندنا عشرة أس ربعة ضرب عشرة أس ناقص حداش ضرب عشرة أس ناقص اثناش هذا بويسونس دو ديسي ميم باز لا باز نفسو إذا أونغارد لا باز لي زيكسبوزون كاملين ربعة ناقص حداش زائد جوج إذا ربعة ناقص حداش هي ناقص سبعة ناقص سبعة زائد جوج هي عشرة أس ناقص خمسة واضح مزيان إذا حنا كتبناهم سو فورم بويسونس واحد واضح اذا هكذا كنكونو سالينا التمرين الاول بكل سهوله وندوزو للتمرين الثاني نشوفو شنو كاين فيه واضح اذا لحظه معايا حتى التمرين الثاني بسيط جدا اذا عندنا نكتبو ليكزيرس دو هي اول حاجه واضح باش مرتبين ثم نجيو للسؤال الاول السؤال الاول سيدي قالك كومبار لي نومبر غيال سويفون يعني نقارنو جذر 19 و 3 جذر 2 اذا ديما ملي من كيعطينا واحد العدد فيه الجذر و تيقول لنا قارنو كنحسبو المربع ديالو اذا جذر 19 اوكاري هي 19 و 3 جذر 2 اوكاري هي 3 جذر 3 اوكاري جذر 2 اوكاري اذا هي 9 مضروبه في 2 اذا هي 18 اذا شنو كنلاحظو كنلاحظو ان الكاري ديال 19 جذر 19 كيساوي كي 19 والمربع الكاري ديال 3 جذر 2 كيساوي كي 18 دونك دونك راه جذر 19 كبر من 3 جذر 2 واضح السؤال الثاني ديدوير لا كومباريزون يعني هنا هذا ا ماشي الثاني هذا ا هذا ا وهذا بي اذا بي قال لك ديدويغ اسيدي لا كومباريزون دي نومبر انلاحظوا معايا جذر 19 زائد 7 و 3 جذر 2 زائد 7 يعني هاد العددين زدنا لهم 7 اذا اول حاجه غادي ننطلق من هذه النتيجه اللي لقيت اون نقول له ان 19 جذر 19 راه كبر من ثلاثة جذر جوج إذا إلا زدنا سبعة على هذا و سبعة على هذا ما غتغيرش هاد لينيكاليتي دونك توجور غتبقى جذر زائد سبعة راه كبر من ثلاثة جذر جوج زائد سبعة دونك هذه هي لا واضح نكتب هنا دونك إذا هنا هاكا نكونو سالينا الأول إذا ندوزو لا كيسيون إذا هنا عندنا عندنا ها هي اكس نكتبها اكس ان ايجالا 5 و فريرو ايجالا 1 اي Y ان فريرو ايجالا 4 اي سي فريرو ايجالا 2 اول حاجه سيدي قالك هنا اونكادري اكس زائد Y اذا لونكادغمون نكتب هادي دائما لونكادغ رومون دو اكس زائد يغ نبداو بلونكادغ موديل اكس زائد يغ واضح يا شباب اذا عندنا نقول له اون اون اكس ان اي سي فيرو 1 اي ان فيرو إيكالا 4 اي سي فيرو واضح جمعنا إكس زائد هذه زدناها على هذه اذا عطينا خمسة زائد 4 هي تسعود و1 ناقص جوج هي ناقص 1 اذا هي راه كبر من ناقص 1 هذا هو لونكادغومون ديال اكس زائد إيكريك ثم غندوزو لونكادغومون لونكادرومون دو هنا اكس ناقص ايكغيك اكس ناقص ايكغيك واضح ملي كيعطيني ديما لونكادرومون ديال اكس ناقص ايكغيك ولا ناقص اكس في ايكغيك خصني اول حاجه نونكادغي ناقص اكس او ناقص ايكغيك دابا هنا اونكادري ناقص ايكغيك لان عطاني اكس ناقص ايكغيك وحنا ما عندناش ناقص ايكغيك حنا عندنا هنا ايكغيك واضح دونك أنا اول حاجه غنقول له اون ايكغيك انفيريور او ايكالا 4 اي سوبيريور او ايكالا موان 2 دو. دونك موان يعني نضربوه موان زاد تولي عندنا موان إيكغيك واضح أن فري إيكال إذا هنا نقلبو تولي هنا زوج هنا تولي موان كاطخ لأن ضربنا في موان زاد تولي الجهه لخرى كنقلبو دائما من كنضربو في موان زاد واضح إذا ها هي موان إيكغيك أي مو عندنا سيدي إكس إكس أن فري رو إيكالا سانك إي سي بري رو إيكالا أن آه. إذا غنجمعوهم إكس زائد ناقص إيكغيك غتعطينا هي إكس ناقص إيكغيك أن فريور جوج زائد خمسة هي سبعة supérieur à naquisse 4 a la fois 1 qui est naquisse 3 donc c'est l'encadrement de x naquisse y 7 ensuite l'encadrement de x fois y de x fois y donc on a x inférieur égal à 5 et supérieur égal à 1 et y inférieur égal à 4 et supérieur égal à 2 donc, x fois y, x fois y, 5 fois 4, c'est 20, supérieur à 1 fois 2, c'est 2. Vous voyez, très bien. Donc, là, on va commencer à l'encadrement. Et donc, nous allons faire le moule. Et donc, le moule, c'est la géométrie. Et donc, laissez-moi. Dans la figure, c'est la figure عندna, abe, qui est là. Il y a un AB qui est là. وعندنا ا سي كيساوي 7.5 بي سي كيساوي 3 ا او كيساوي 4 اف اف ابارتيان ا سي فين هي اف ها هي ابارتيان ا سي هذه هي ا وهذه هي سي وهذه هي اف واضح قالك او اف ها هي او هذا او اف باراليل ا بي سي ها هو او اف قالك اسيدي انه باراليل ا بي سي مزيان و جي ابارتيان ا بي سي جي ها هي هي هذه ابارتيان ا بي سي تل ك سي جي كيساوي 1 سي جي كيساوي 1 هذا كيساوي 1 واضح اذا نكتبو لي لونغور اللي عطانا عطانا اب هذه كامله كتساوي 6 اب كتساوي 6 وعطانا اس سي اس سي كامله كتساوي 7.5 وعطانا بي سي هذه كامله كتساوي 3 واضح ديما في الوسط نكتبو لي لونغور اللي عندنا عطانا ا آه. او ا أ e كتساوي 4 هي هادي و م عطانا سي جي سبناهم سي بون مزيان الوغ غير كتلي مونطري ان ا اف فين هي ا ا اف يعني هذه هي اللي خصنا نحسبو هذه اذا قالك مونطري ان ا اف كتساوي 5 خصنا نحسبوها ثم او e, اف فين هي او e, اف هذه حتى هي خصنا نحسبوها اذا هنا غنطبقو تيوريم دو طاليس ديريكت الوغ ديما باش نطبقو خصنا نمونطريو اون ا اون لي دو ديما كنبداو بلي دروات اون لي دو دروات شكون هو لي دو دروات اللي غنستخدمو هنا أ. أ C A أ. A B كوم فو سكوب سو كوب في كيتقاطعو لي دو دروات سو كوب اون كيتقاطعو اون أ. واضح A لي بوان أ. F C A أ. إ e. ب سون يعني مستقيمين دون لو ميم اور اوردر مستقيمين في نفس الترتيب دونك دونك دابخي من لا تنسينا واحد المسألة ضروري الله يرضي عليكم واضح شناهي اذا نسينا ان أ أف أ بي سي هنا ضروري إي أف e, توازي واضح دونك دابا عاد عندي الحق نطبق التيوريم دو طاليس دونك دا بخي لو تيوريم ريكت طاليس راه ا اف شوف معايا ا اف سور ا سي ايغال دوبل ايغاليتي راه كيساوي ا او سور ا بي اللي كيساوي اف او اف او سور بي سي ثم نبدا نعوض كل ديستونس بلا فالور ديالها الوغ اف هي اللي تنقلبوا عليها ا سي عطاونا ا سي فين هي ا سي دونك ا 7.5 7.5 ايغال ا او ا او ا او هي 4 ا بي ا بي هي 6 كيساوي ف او كنقلبوا عليها ف او حتى هي كنقلبوا عليها نحطو أه سور بي سي بي سي هي ثلاثة دونك باش نحسبو اف باش نحسبو اف غنستعملو هاد ليغاليتي هادي الوغ أه اف ديريكتومون اش أه غيساوي غيساوي ربعة مضروبة في ثلاثة عفوا في سبعة فاصلة خمسة هادي فوق سبعة فاصلة خمسة على ستة غنحسبوها غنلقاوها خمسة دونك ها حنا حسبنا اف واضح اف غنستعملو هادي الو اه شنو غيساوي او اف ديغيكتومون غيساوي 3 في 4 3 في 4 على 6 واضح نحسبوها 3, 3 على 3 مع 3 هنا وتبقى لنا 2 4 نقسمو على 2 هي هي 2 اذا باش ما نطولش عليكم غنوقفوا حد هنا احسن نكملو ان شاء الله في فيديو اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته